وصول شفيق ومرسي سليم والانتخابات كانت نزيهة. انا واحد من الناس يعني كنت بحلم ان حمدين هو اللي يمسك البلد، ان يبقى رئيس الجمهورية. بس خلاص شفيق ومرسي هم اللي قدامنا دلوقتي، المفروض ان احنا نفكر نشوف مين اصلح واحد فيهم. يعني احنا في اسوأ نهاية، هي دي كانت اسوأ نهاية للانتخابات. بالنسبة لشفيق هو انا بتفائل بخير جدا، ده مش اللي هو، لان احنا مصر محتاجة امان، محتاجة استقرار، محتاجة هدوء، مش محتاجين بقى نزاعات وخناقات ومجلس الشعب. يبقى المجلس الشعب حرية وعدالة ورئيس الجمهورية حرية وعدالة. فين هي، فين الرقيب هنا؟ الحقيقة في سؤال بيطرح نفسه في الشارع المصري النهاردة لازم يطرح وبكل قوة. في العالم كله ثورة تقوم على نظام فاسد وأضاع مصر وأدان مصر وسرق مصر، ثم نروح نجيب حتة من نفس النظام نقول له النبي تعالى حتة حكوميني؟ هو وصول الاتنين بشعبيتهم وصلوا ماشي، بس احنا الاصلح اللي هو اللي احنا عارفينه، اللي احنا بنقدر عارفين ان شفيق دوت من يوم ما اتولد وهو اسمه شفيق ووزير وراجل فاهم البلد. الديمقراطيه جابت مرشح اخوان وجابت الفريق احمد شفيق، وده انجاز يحسب لمصر كلها مش لشخص واحد من الاثنين. ده على عيني وراسي الاثنين وصلوا، انا ما بقولش لا. هو اولا شفيق كراجل عملي، ابو مرسي استنى بقى خليني اعرف اتكلم يا اخي. مرسي ارجو ان هو لو مسك ما يروحش يبوس ايد المرشد العام ويقول له اعمل او ما اعملش.